مبينة. فريق المغرب التطواني وبعد أن عاش موسما استثنائيا بكل المقاييس، بطل المغرب عامي 2012-2014 كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة قسم الصفوة بفعل المشاكل المادية التي أرخت بظلالها القاتمة على مسيرة الفريق. هذا الموسم وبمتغيرات جديدة يراهن على مصالحة الذات ونسيان الموسم الفارط بكل آلامه وصعوباته. الفريق دخل معسكرا تدريبيا أوليا بتطوان يتلوه معسكر بمدينة الدار البيضاء قبل العودة إلى الديار. أسكن فيها مرحلة ثانية مدينة الدار البيضاء لتقوية الجانب البدني ثم العمل على الجانب التكتيكي، وغتكون فيها مباريات مع أندية مهمة مع نهضة بركان مع الدفاع الحسني الجديدي ومع أولمبيك أسفي، ثم المشاركة في دوري انتيفي غيكونوا جوج المباريات أخرى. غندوزو إذا جوج الأسابيع في مدينة الدار البيضاء ومن بعد غنرجعوا إن شاء الله لمدينة تطوان 14 يوم للاستعداد للجورجي. غتكون فيها أيضا مباراة مع نادي طنجة، هي المباراة الرتور اللي غنديروها في افتتاح صنيد الرمل اللي طرأت عليهم مجموعة من التغييرات. فريق الحمام البيضاء والذي عرف متغيرات كثيرة على تركيبته البشرية وعارضته التقنية ارتبط بخدمات لاعبين يمكنهم سد الخصاص الحاصل بفعل مغادرة بعض اللاعبين إما لنهاية عقودهم أو لاختيارات المدرب فؤاد السحابي. إنها مرحلة لتطوير إمكانياته، الآن وقعت لفريق كبير في حجم المغرب التطواني. أنا سعيد بالانضمام لصفوفه، أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. الفريق عرف عودة المهاجم ياسين الصالحي من إعارة، كما ارتبط بمدافع فريق شباب الريف الحسيمي أوليفي غاندياي ومهاجم شباب أطلس خنيفرة نوردين القرش ومحمد الطاهري، إضافة إلى عبد العزيز خلوطة والغيني كمارا بن يوسف. اليوم في ظل الظروف اللي متاحة وفي ظل الاستعدادات اللي خدينا وتعزيزات اللي خدينا، فمطالب من الفريق باش يلعب على إحدى الأربع الأماكن الأولى. نتمنى أن الأمور المادية واللوجستيكات صاحبة المشروع، لأن كنعتقد أن اليوم كل شيء مصوفر في مدينة تطوان باش ترجع للسكة الصحيحة وترجع للمكانة الطبيعية ديالها، لأن الموسم الماضي كان موسم النسيان إن شاء الله. كيف تعرفوا الجميع يعني فريق المغرب التطواني عاش واحد الموسم اللي صعيب بزاف ماشي شوية، فتنظن ان يعني المسؤولين يعني عرفوا المشاكل اللي وقعت الموسم الماضي ما بغاوش هذا الموسم هذا تكرر، فتنظن هذا الموسم هذا كاينه واحد من البدايه يعني واحد الاستعداد للكل يعني مكتف الجهود ديالو باش فريق المغرب التطواني يرجع للسكه ديالو، لانه فريق دائما كان فريق كبير وتينافس على الادوار الطلائعيه في البطوله. رغبة كبيرة تحدو أشبال المدرب فؤاد الصحابي للعودة مجددا للأضواء والمنافسة على الألقاب.